السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يعني نحن الآن في المحاضرة الختامية لأساسيات الرسم باستخدام لغة السي بلس بلس، وهذه المحاضرة سوف تكون متنوعة إن شاء الله وثرية. في هذه الجزئية وفي هذا الجزء الأول من هذه المحاضرة سوف نتناول إضافة بعض التأثيرات على الرسومات، وسنقوم بتطبيق تأثير الحركة على الرسومات. تعلمنا كيف نقوم برسم أشكال معينة إذا كانت ثلاثية الأبعاد أو ثنائية الأبعاد باستخدام مكتبة الـ NVIM في لغة السي بلس بلس. الآن سوف نتعلم كيف نضيف عنصر الحركة لها. في البدء سوف نتعرف على دالتين مهمتين. هذه الدوال هي عبارة عن دالتين، الدالة الأولى هي الدالة Clear Device، هذه هي الدالة الأولى، والدالة الأخرى هي الدالة delay. إذا أردنا نتعلم يعني أصلا فكرة الحركة، اللي هي نتعرف عليها في بأنيميشن، في المقام الأول بتتركز على فكرة الرسم، تكرار الرسم. يعني أقوم برسم رسمة محددة في موقع معين، ثم مسح هذه الرسمة وإظهار محتوى هذه الرسمة مرة أخرى في موقع آخر، وذلك بتكرار نفس الرسمة ولكن بتغيير موقع هذه الرسمة. إذا هذه الدوال تفيدنا في هذه العملية. أولا سنحتاج للدالة Clear Device. هذه الدالة تقوم بوظيفة واحدة وهي مسح الرسمة من على شاشة الجرافيك. إذا هذه الدالة Clear Device تقوم بعملية المسح، تمسح كل الأوتبوت هو المخرجات من الشاشة. إذا لمسح الشاشة، تمام؟ إذن هذه هي الدالة الأولى. الدالة الأخرى هي تقوم بديلي تأخير هذه الدالة. هذه الدالة تأخذ باراميترز، إنما هذه الدالة تأخذ باراميترز مثلا 200 وهي بالملي سكند، بالملي ثانية. إذن هنا تأخذ معامل واحد وهو بالملي ثانية، 200 ملي ثانية، 100 ملي ثانية إلى آخره. هذه الدالة تقوم بتأخير تنفيذ الأمر التالي، لعدد معين من الملي سكند هنا. وسنحتاج أيضا إلى الحركات، إذا كل الأشياء التي سوف نحتاج إليها هي الدالة Clear Device لمسح الشاشة، والدالة Delay، وذلك إذا أردنا أن نقوم بتأخير تنفيذ كود معين لفترة زمنية محددة، والحركات التكرارية. إذا دعونا نذهب إلى بيئة التطوير. وقمت سابقا بإعداد كود، هذا الكود يقوم بتنفيذ رسمة معينة. دعونا نلاحظ هذه الرسمة في التنفيذ. إذا هذا الكود يقوم برسم شكل ساعة، هنا نقوم برسم دائرة كبيرة، ثم دائرة معبأة في الوسط هنا، ودائرة صغيرة هنا، ودائرة صغيرة هنا، ودائرة صغيرة هنا، ودائرة صغيرة هنا. كما قلنا برسم هذه هي النصوص تكست أو دال أو تكست إكس واي أو تكست إكس واي أو تكست في بوزيشن محدد بعد ما ربطها، ثم استخدمنا الدالة بار لرسم هذا المستطيل، وبار أيضا رسم المستطيل الرفيع، ثم استخدمنا لاين لرسم هذا الخط، وهذه تمثل الساعة وهذه تمثل عقارب الساعة. إذا رجعنا إلى الكود سنلاحظ التنفيذ، وهذا التنفيذ وهذا هو الكود. إذا قمنا بكتابة الكود المعتاد بتهيئة الرسم، ثم قمنا برسم هذا الكود الساعة، ونبدأ خطوة خطوة. هذا الكود هو لرسم شنو؟ لرسم الدائرة، ثم هذه الأكواد الباي سلايس لرسم الدوائر المعبأة، سواء كانت الدائرة في الوسط أو الدوائر في الأطراف، دائرة الوسط والدوائر في الأطراف اللي هي 5 دوائر، هذه هي الكود بتاعها. ثم هذا الكود هو كود النص، طباعة النص على الشاشة، وهذه الأرقام تعتبرها كنصوص 12 3 9 6. تمام؟ هم تعلمنا كيف نقوم بهذه العملية. هذا الكود هنا هو برسم مستطيلين ومثلث ومستقيم. إذن هذا هو المستطيل الأول، وهذا هو المستطيل الثاني، وهذا هو الخط.
إذا استخدمنا دوال الرسم العادية في رسم هذا الشكل، دوال الرسم العادية في رسم هذا الشكل، لكن هذا الشكل ثابت ولا يتحرك، هذا الشكل ثابت ولا يتحرك. تعلمنا في بداية هذه الجزئية إنه حتى يتحرك الشكل لابد لنا من مفاهيم، وهو الفكرة هي تكرار الرسمة، تكرار الرسمة، تكرار الرسمة وتغيير موضعها، تغيير موضعها ثم مسح الرسمة السابقة والاعتماد على الرسمة في الموضع الجديد، فتظهر للناظر كأنها تحركت، وهو مبدأ متعارف عليه. إذا كيف نقوم بذلك؟ دعونا الآن نقوم بخطوات تنفيذ هذا الكلام في الكود. نقوم بإغلاق التنفيذ. طيب إذا نحن بحاجة لثلاث أشياء، إلى دالة كلير ديفايس وحرارة تكرارية كود ثم أول شيء نقوم بفعله هو استخدام الحلقة فور، حلقة فور، حلقة فور، و قمنا بتعريف متغير سابقا الاستخدام في حلقة فور، إذن I تساوي 0 المجموعة الابتدائية ثم I أقل من أو تساوي عدد معين اللي هو 120 ثم معامل الزيادة I بلس بلس أقول increment ثم نقوم بفتح القص. إذا لابد من وضع كل هذا الكود داخل شنو؟ حلقة فور. كل هذا الكود داخل شنو؟ حلقة فور هكذا. إذا قمنا بوضع كل هذا الكود داخل شنو؟ داخل حلقة فور. أما عدا هذه الدوال ما نحتاج إليها غير سي اس و كلوز جراف. إذا قمنا بوضع أول خطوة، قمنا باستخدام حلقة فور التكرارية. لماذا؟ لنكرر الشكل، لنكرر الرسمة عدة مرات، لنكرر الرسمة. تمام، إذا قمنا بإضافة حلقة فور. طيب مباشرة بعد حلقة فور نقوم بإضافة الدالة clear device، clear device. إذا هذه الدالة تقوم بمسح الشاشة في كل دورة مع الحلقة، كل ما تقوم الحلقة بتنفيذ دورة تقوم هذه الدالة بشنو؟ بمسح محتويات الشاشة. تمام، لكن دعونا نعطلها حتى تصير لنا الفكرة جميلة، نقوم بتعطيلها هكذا. طيب ثم الآن دعونا نقوم كتابة الدالة ديلي، ديلي وهي لتأخير تنفيذ الحلقة مدة زمنية معينة. يمكن أن أقوم بكتابتها ولا أقوم بكتابتها، ولكنها تعطيني الأثر المطلوب، هذه الدالة تعطي الأثر المطلوب. طيب إذا قمنا بتنفيذ هذا الكود لن يطرأ تغيير، لن يطرأ أي تغيير، ودعونا ننفذ ثم نشاهد النتيجة. لاحظوا أننا تحصلنا على نفس الدائرة ونفس الشكل، ولا يوجد أي حركة ولا يوجد أي شيء. لماذا؟ لأننا لم نقوم ب تغيير ابعاد الرسمه، يعني الشيء الذي نريد ان نحركه سيارتنا تحرك هذه الساعه كلها، لابد ان نغير ابعادها لتتحرك في هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه، لكن نحن نريد ان نقوم بتغيير فقط هذه المؤشر الذي يدل على الثواني مثلا، نقوم بتحريكه فقط هو. طيب اذا كيف نقوم بتحريكه؟ اذا قمنا بتغيير موقعه، لانه هنا يتم مسح الشكل وإعادته في نفس اللحظه فيظهر كانه لم يعني لم يتحرك. اذا دعونا نقوم بتغيير هذه او هذه الرسمه موقعها، تتحول الى هنا ثم هنا ثم هنا ثم هنا ثم هنا من غير استخدام كلير براس. كيف يتم ذلك؟ اذا قمنا اذا هذا هو الكود، هذا هو الكود الخاص بها، ونقوم بزياده هذه نقوم بزياده فقط احد الطرفين بغمض اي هكذا. إذا هذه هي زاوية البداية، عفوا هذا عفوا هذه نقطة البداية لا نغيرها، وهذه هي نقطة النهاية، إذا هذه هي نقطة النهاية، نقوم بتغيير نقطة النهاية بإضافة إضافة أي للمستوى الصابي فيها. دعونا نشاهد الشكل. إذا لاحظوا أننا قمنا بتكرار 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 بتكرار. إذا رص هذه الرسمة موجودة ثم تكرار الرسمة عدة مرات، تكرار الرسمة عدة مرات، لكن هذه لا توحي بحركة، لا توحي بحركة هذا المؤشر.
ليه؟ لماذا؟ لأن كلير ديفايس لم تعمل، لأنها لم تقم بمسح، لم تقم بمسح الأشكال السابقة، فكل شكل قمنا برسمه يظل موجود. فإذا هذا هو الشكل الأولي وهذا هو الشكل الأخير. طلع الشكل من هنا ووصل إلى هذا المكان. الآن إذا قمنا بتفعيل الدالة كلير ديفايس، هكذا هذه الدالة هي كلير ديفايس، فإنها سوف تقوم بمسح الشكل في كل مرة ثم يرسم مرة أخرى. في هذه الحالة إذا تم تغيير موضع هذا الخط فإنه سوف يظهر في الموضع الجديد، وبهذه الطريقة يظهر كأنه قد تحرك. إذا دعونا نشاهد النتيجة. إذا لاحظوا، إذا لماذا لم يظهر الخط السابق؟ لأنه تم مسحه بسبب ذلك كلير ديفايس، كلير ديفايس، وبالتالي نحصل على الحركة التي نريدها. إذا لاستخدام أو لبعض عنصر الحركة إلى الرسومات نحن بحاجة إلى ثلاثة أشياء. أولاً هي الدالة كلير ديفايس تقوم بمسح الشكل برسمه في موقع آخر، ثم نحن بحاجة إلى الدالة ديلي وذلك لتأخير حتى نتحكم في الحركة. إذا قمنا بنلاحظ أننا مثلاً قمنا بتغيير قيمة الديلي هذه إلى 20 وقمنا بالتنفيذ سوف يتحرك الشكل بسرعة. مثلاً لاحظ الحركة تكون بسرعة، الحركة تكون بسرعة، ونحن إذا نتحكم فيها باستخدام شنو؟ باستخدام الأمر ديلي هكذا. إذا ديلي للتحكم في حجم الحركة، التحكم في الحركة هكذا. أما الدالة كلير ديفايس تقوم بمسح الشكل ليرسم مرة أخرى باستخدام حلقة فور، حلقة فور لتكرر رسم الشكل مرة أخرى بعدما تم مسحه باستخدام الدالة كلير ديفايس. يمكنك استخدام الدالة كلير ديفايس والدالة ديلي مع الحلقات التكرارية لتحريك أي شكل كان تم رسمه باستخدام هذه المكتبة في لغة السي بلس بلس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.